اهلا وسهلا مشاهدي انفاس بريس. تبنت الدول الغربية مجموعة من العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا ردا على غزوها لاوكرانيا، ومن بين العقوبات اخراج روسيا من نظام سويفت. لتسليط الضوء على هذا النظام سويفت نستضيف معنا للنقاش الخبير الاقتصادي طيب عيسى. في نظرك أستاذي أعيس، شنو هو دور ديال هذا النظام سويفت؟ المزايا ديالو، متى تأسس؟ واش نظام سويفت تابع للأمم المتحدة أم تابع لنظام بنكي موحد؟ هذا نظام سويفت هو واحد النظام تأسس في 1973 اللي أسسوا واحد المجموعة من البنوك أوروبية وأمريكية، وباش ما يتحكمش فيه حتى شي بنك ولا حتى شي جهة، يعني خلاو هذه الجمعيه هي جمعيه الاتصالات للابناك يعني الدوليه، خلاوها مملوكه لواحد 2000 بنك، يعني 2000 بنك هي اللي كتملك هذه الجمعيه هذه، وهذه الجمعيه المقر ديالها في بروكسل، واللي كيشرف عليها هو البنك الوطني البلجيكي بالتعاون مع الابناك المركزيه الاوروبيه والامريكيه، يعني هما اللي يعني يسيروه ويشرفوا عليه. وطبعا هذا البنك هذا دار واحد الشبكه عالميه فيها 11000 بنك، يعني 11000 بنك يشترك في هذا النظام السويفت، والهدف ديال هذا النظام السويفت هو تسهيل وتيسير العمليات البنكيه بين مختلف الدول والابناك العالميه، كما قلنا 200 دوله. شنو هو الهدف ديالو؟ هو يضمن التحويلات البنكيه ويسرعها وتكون سلسه وبسهوله ويسر. طبعا هنا الابناك كتربح وقت وكتربح الضمان وكتربح الامان وكتربح واحد المجموعه من الامور اللي مهمه بالنسبه للتجاره العالميه. طبعا كنعرفوا التجاره العالميه الواحد ملي كيبعث واحد سلعه كيبغي يتخلص باسرع وقت ممكن وبطريقة مضمونة. هل سيؤثر إخراج روسيا من نظام سويفت علما أن روسيا دولة قوية اقتصاديا وصناعيا وتتوفر على مجموعة من المواد الأولية؟ بطبيعة الحال إخراج روسيا من نظام سويفت هذه عقوبة قاسية بالنسبة لدولة، وهذا سيؤثر سلبا على الاقتصاد الروسي. والآن لاحظنا أن أمس مثلا تراجع الروبل الروسي ب 30%، 30% يعني انهيار الروبل الروسي بسبب هذه العقوبات اللي اساسا هي عقوبات ماليه وخاصه بالنسبه للسويفت. وبطبيعه الحال اخراج روسيا من نظام سويفت سيعقد ويربك التجاره الخارجيه الروسيه ويقلص من حجمها ومعاملتها مع الدول الاخرى. بالنسبه لنظام سويفت لابد ان نؤكد على ان روسيا يعني مجموع تبادلات روسيا من خلال هذا النظام السويفت تمثل 1% من مجموع المعاملات لنظام السويفت، يعني 1% فهو قليل بالنسبة لنظام السويفت، ولكن بالنسبة لروسيا فهو طبعا عقوبة قاسية جدا وستؤثر على الاقتصاد الروسي. وهدف الأوروبيين والأمريكان من هذه العقوبة هو الدفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار، وبالتالي قطع دابر الجيش الروسي والنظام بوتين ودفعه للتراجع عن غزوه لأوكرانيا وعن أطماعه التوسعية عموما. في المقابل أستاذ عيسى، سبق إخراج إيران من نظام سويفت في 2012، لكن نرى الآن إيران تواصل يعني تزويد السوق ديالها وإنجاز مبادراتها التجارية. ماذا قامت به إيران لتقليص من الحد من نتائج إخراجها من نظام سويفت؟ وهل تتوفر روسيا على بدائل أخرى لنظام سويفت؟ تماما، يعني النظام سويفت لما تأسس سنة 73 من طرف هذه الأبناك الأوروبية والأمريكية كان الهدف هو مالي وغير سياسي إطلاقا، ولكن بطبيعة الحال تم تحويره إلى مواقف سياسية، خاصة سنة 2012 حين أخرجت إيران من نظام السويفت كعقوبات
لدفعها لمراجعة برنامجها النووي. والآن نشاهد أن روسيا كذلك يعني تخرج من هذا النظام، فيعني دخلت استعملت نظام السويفت كعقوبة سياسية. بطبيعة الحال بالنسبة لإيران استطاعت أن تتأقلم مع هذا الإخراج من نظام السويفت بأمور كثيرة، ولكن هذا كذلك لابد أن نؤكد على أن الاقتصاد الإيراني تضرر ب 30%، يعني 30% اقتصاد إيران تضرر جراء هذا الإخراج من نظام السويفت. ولكن كيف تصرفت إيران؟ بطبيعة الحال تأقلمت ووجدت أساليب أخرى غير مباشرة ل يعني تجاوز هذا الإخراج من نظام سويفت، خاصة تعاملها مع دول الجوار، مثلا مع دبي. دبي الآن أصبحت يعني بلاتفورم بالنسبة للتجارة العالمية الإيرانية، الكل يمر على يعني دبي أو على الدوحة أو غيرها من دول الجوار التي تتعامل مع إيران. انطلاقا من هذه الدول يمكن تحويل يعني أموال من وإلى إيران انطلاقا من دول الجوار، وهذا الذي غالبا ستقوم به روسيا. الآن أتوقع أن روسيا ستقوم ب يعني إجراءين على مستويين. المستوى الأول قريب المدى، بمعنى أن روسيا الآن ستبحث عن دول الجوار التي يمكن أن تكون يعني مواقع انطلاق لعمليتها المالية، مثلا تركيا، جورجيا أو غيرها من الدول الجوار بجوار يعني روسيا، هذا لتجاوز الآثار القريبة المدى على الاقتصاد الروسي. وعلى المدى البعيد، وهذا الذي يتخوف منه كثير من الدول الأوروبية، ولذلك لم يكن هناك إجماع في بداية الأمر لإخراج إيران من إخراج روسيا من نظام السويفت. لماذا؟ لأن بعض الدول الغربية الأوروبية خاصة تتخوف أن هذا الإخراج سيدفع روسيا إلى البحث عن بديل لنظام سويفت وخلق نظام سويفت جديد تابع لروسيا، ويمكن أن تدخل فيه إيران بطبيعة الحال والصين وفنزويلا وكوبا وغيرها من الدول التي لها مشاكل مع أمريكا أو مع الغرب عموما. وبالتالي هذا سييسر ويدفع روسيا لخلق نظام بديل عن نظام سويفت، وهذا طبعا سيربك حسابات الغرب وحسابات أوروبا وأمريكا خاصة. إذن هذا هو الآن التوجهين الذين ستقوم بهما روسيا. أولا على المدى القصير إيجاد محطات مجاورة لتعاملتها، على المدى المتوسط والبعيد خلق نظام سويفت مغاير وبديل عن نظام السويفت الغربي. ما هي تبعات أو تداعيات إخراج روسيا من نظام سويفت على النظام المالي والبنكي المغربي؟ التعاملات المغرب مع روسيا قليلة ضعيفة، يعني ليست كثيرة، يعني 2 مليار دولار، فهي ليست ضخمة وليست كبيرة جدا، وبالتالي المغرب لن يتأثر بشكل مباشر بهذا الإخراج من إخراج روسيا من نظام السويفت. ولكن الذين سيتأثرون هم المصدرون المغاربة لروسيا، ونعرف أن المغرب يصدر تقريبا 656 مليون يعني كتصديرات المغربية لروسيا، وهذا طبعا ضعيف بالمقارنة مع صادرات المغرب. فهؤلاء المصدرون خاصة المواد الفلاحية، الخضر والفواكه والأسماك والمشتقات ومشتقاتها، هؤلاء طبعا سيتأثرون بهذا الإخراج، وسيرتبك يعني نظام التحويلات المالية من روسيا إلى المغرب ومن المغرب إلى روسيا. طبعا هذا الإرباك سيمكن أن تجاوزه كما قلت بخلق محطات في دول مجاورة ربما ستفكر فيه روسيا. أما بالنسبة للمغرب فهذا الإشكال كله لن يؤثر بطريقة مباشرة، ولكنه سيؤثر بطريقة غير مباشرة. لماذا؟ لأن طبعا هذه الحرب كلها وقعت في وسط أوروبا، في قلب أوروبا، ونعرف أن أوروبا خاصة أوروبا الغربية
هي الشريك الأول للمغرب الذي يستحوذ على أكثر من 70 حتى 80% من اقتصاد المغرب، وبالتالي بطريقة غير مباشرة المغرب سيتأثر بهذه الحرب انطلاقا من تأثر الدول الأخرى خاصة دول أوروبا والدول أوروبا الغربية بشكل خاص تأثرها جراء هذه الحرب. فهذا طبعا سيكون له انعكاس سلبي على الاقتصاد المغربي على المدى القريب والمتوسط. شكرا جزيلا أستاذ عيسى على كل هذه التوضيحات. أهلا وسهلا.